خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان نطمن على فريق النادي الاهلي وتدريباته خلال هذه اللحظات، وبعد كده نرجع نتكلم كمان بتفاصيل اكتر عن منتخب مصر. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل امير، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. طمنا يا كريم، الاخبار ايه عندك في النادي؟ بالفعل امير، تدريب النادي الاهلي او التدريبات متواصله بالفعل زي ما اكدنا وقلنا. المرحله الاولى من فتره الاعداد يمكن ماشيه بشكل جيد جدا لفريق النادي الاهلي هنا في استاد مختار ستيتش. النهارده كالعاده التدريب تمام الساعه 6، الجو مقبول شويه بالنسبه لبعد الساعه 5، الشمس بتبقى قويه جدا على ملعب مختار ستيتش، لكن الكل متواجد، كل لعيبه النادي الاهلي بتادي التدريبات كالعاده. مستر مارتن والجهاز الفني في البدايه بيكون لي محاضره سريعه ومحاضره مطوله. النهارده كانت محاضره سريعه بيشرح فيها النهارده يعني التدريب هيبقى عباره عن ايه، الجرعه التدريبيه النهارده فيها ايه. من الواضح كمان ان النهارده الجرعه التدريبيه يكون فيها عدد بسيط جدا من تدريبات الكره، شايفين احمال، شايفين رفع حمل تدريبي بشكل كبير جدا. النادي الاهلي يمكن 48 ساعه اللي فاتت كان تدريب صباحي ومسائي، النهارده تدريب على فتره واحده. غدا هيكون في مباراه وديه، ومباراه وديه مهمه للفريق اللي النادي الاهلي بيطمن بشكل كبير عليها الجهاز الفني على حاله اللاعبين ومدى الاستفاده من الجرعات البدنيه واللياقه البدنيه ورفع معدلات اللياقه البدنيه اللي بيقوم بيها الجهاز الفني مع مستر الخاندرو مخطط الاحمال. ايضا كمان غدا هنشوف عدد كبير من الناشئين هيشاركوا فيها به المباراه، لان في عدد ووفره كبيره جدا يا امير في الناشئين المصعدين من قطاع الناشئين لفريق النادي الاهلي. الاعتماد الفتره اللي جايه من الواضح ان يكون بعض اللاعبين من قطاع الناشئين يكون ليهم ادوار، مباراه اللي في اسبانيا اكيد بشكل كبير هتظهر بعض اللاعبين، هيحاول مستر مارتن ان هو يوظف اكثر من لاعب في اكثر من مكان. زي ما اكدنا وقلنا يعني الاهداف او نتيجه المباراه ما تبقاش مهمه بشكل كبير في المعسكرات، لكن الاهم ان هو يقدر يطمن على اللعيب، يشوف اللعيب ده يقدر يجيب في انهي مركز او اكثر من مركز، وده اللي واضح من خلال التدريبات بشكل عام. امير، كل الامور بالنسبه لفريق النادي الاهلي في التدريبات مطمئنه زي ما اكدنا والناس شايفه متابعه امس سواء من خلالك او من خلال قناه الاهلي، وجود حسين السيد من جديد، عمار حمدي كمان عايز اكلمك عليه ومش موجود قدامنا في ارضيه الملعب، عنده يمكن كدم في الكوع ما شاركش امبارح، والنهارده من الواضح كمان ان هو متواجد في الجيم. علي لطفي كمان النهارده باكد عليه وباكد على جاهزيته، بيتدرب مع الكابتن طارق سليمان ومع حراس المرمى بالكامل احمد طارق سليمان ومصطفى شوبير. علي لطفي كان غاب ايضا امس وكان ادى بعض التدريبات في الجيم، لكن متواجد مع فريق النادي الاهلي بيأدي بشكل كبير جدا للتدريبات. ان شاء الله امير كل الامور وكل التدريبات القادمه لفريق النادي الاهلي حتى موعد السفر تكون بدون اصابات، تكون تدريبات جيده، وان شاء الله باذن الله يستفيد بشكل كبير جدا النادي الاهلي من مباراه الغد ومن معسكر اسبانيا بالتحديد. زميلي يعني اتحدد هنقابل مين في ماتش الودي بكره؟ والله لسه زميلي امير، يمكن بحاول ان انا نتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ، نتكلم معاه من الاداريين يعني لسه، لكن في خلال لحظات ان شاء الله نعرف. يمكن هو في تكتم شويه على هذا الامر، لكن لسه حتى هذه اللحظه لم يعلم بشكل رسمي سواء على الموقع الرسمي للنادي الاهلي او على قناه الاهلي الطرف اللي هيواجه النادي الاهلي غدا في المباراه الوديه، لكن ان شاء الله من خلالك على مدار الحلقه امير هنتاكد الطرف اللي هيواجه النادي الاهلي غدا في المباراه الوديه الاخيره على ملعب ستيتش قبل التوجه الى اسبانيا. كل اللاعبين اللي بيشاركوا في التدريبات سواء اللعيبه الكبار او اللاعبين الشباب كل دول هيكونوا متواجدين يا كريم في معسكر اسبانيا، صح؟ مفيش استثناء لاي حد بنسبه كبيره جدا يا امير. ده اللي واضح وده اللي شفناه يوم السبت الماضي كمان، يمكن كان في السفاره عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي من قطاع الناشئين ومن اللعيبه بالكامل، حتى محمد نجيب كمان. يمكن الناس قالت ان محمد نجيب عقده هينتهي ومنضم لمعسكر محمد نجيب، بالفعل متواجد مع فريق النادي الاهلي في المعسكر. هيكون في وفره كبيره ووفره عدديه في معسكر فريق النادي الاهلي. مجلس الاداره كمان اشتغل بشكل كبير جدا على توفير الراحه لعيبه النادي الاهلي، وجود طياره خاصه ده امر مهم جدا، لان الترانزيت اللي هيكون في اسبانيا سواء في مطار مدريد او في مطار برشلونه يمكن ياخد من 3 لـ5 ساعات بالطيران، فده هيبقى امر صعب شويه لان هتبقى واخد كمان 5 ساعات سفر بالطياره بدايه من مطار القاهره. فقرار كالعاده من مجلس الاداره اللي بيحاول ان هو يوفر كل الامور الخاصه وراحه فريق النادي الاهلي، وبالتاكيد تحديدا قطاع كره القدم والفريق الاول، لان المرحله مهمه، مرحله لسه فيها بطوله الدوري وهتبدا بطوله الدوري من جديد، فمحتاج ان شاء الله باذن الله الكل يكون متكاتف، الكل يكون ياخد القرار الصائب زي ما اكدنا وقلنا. الطائره، الترتيبات اللي هناك، الـ3 مباريات هناك هيكونوا مفيدين جدا لفريق النادي الاهلي، فندق الاقامه، امور كثيره جدا. معسكر ان شاء الله يكون ناجح امير باذن الله ويفيد لعيبه النادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله يعني حاله استكمال الدوري ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر باذن الله الفتره اللي جايه ان هو يحصل على لقب الدوري بطوله 21. ان شاء الله باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد من رئيس قناه الاهلي.